اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب في السوشيال ميديا عن الاهلي. والنهارده عندنا حاجات مهمه جدا اتكتبت في الساعات الاخيره عن مباراه الاهلي وريال مدريد. نبدا مع بعض حساب كره 11 لمسانده محمد هاني امام فينيسيوس. كولر يجري بعضا من التغيير او يجري بعض تغيير على تشكيله الاهلي الاساسيه ويدفع بالورقه المخضرمه قبل مباراه الاهلي وريال مدريد المرتقبه. يمكن المعلومات اللي عندي ان مارسيل كولر بنسبه كبيره هيرجع لتشكيل مباراه الاهلي واوكلاند سيتي، لانه اكيد محتاج يقفل بعض المراكز عشان النواحي الهجوميه في فريق الريال اللي يمكن فيها تميز كبير جدا. حسين الشحات ومحمد هاني بنسبه كبيره جدا هم اللي هيقودوا الجبهه اليمنى، مع الاحتفاظ بوجود احمد عبد القادر وقفشه ومحمد شريف في الجبهه الهجوميه، مع وجود عمرو السوليه واليو جانج في وسط الارتكاز ورباعي خط الدفاع. اكيد لا جدال على وجود علي معلول ومحمد هاني ومنعم ومتولي، مع وجود ايضا حارس مرمى محمد الشناوي. فبنسبه كبيره جدا مارسيل كولر بيفكر ان هو يرجع لتشكيل مباراه اوكلاند سيتي، عشان لو بدا ببيرستاو مش هيكون في الاداء الدفاعي الجيد، لان بيرستاو لعيب مميز جدا في الناحيه الهجوميه، لكن حسين الشحات بيتميز بالنواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، واكيد محتاج مسانده مع محمد هاني في ظل الجبهه اليسرى القوية في وجود اللاعب البرازيلي فينيسيوس. طيب نروح لحساب فيتبول انترناشونال، وده حساب تابع لماركة الأسبانية، وسلطوا الضوء على تصريح لكولر واللي اتكلم فيه عن فينيسيوس، واللي قال سنحاول إيقاف فينيسيوس لكنه سريع جدا. لاعب طبعا مخضرم ولاعب مهم جدا حتى في منتخب البرازيل، من اللاعب المميزة والبارزة بشكل كبير جدا في فريق الريال. الناس كلها بتتكلم على غياب كريم بنزيما، يا جماعه حتى لو كريم بنزيما غايب لكن عندك في وسط الملعب في لوكا مودريتش وعندك فينيسيوس، لعيبه عندها امكانيات عاليه جدا. فبالطبع مهما اشتغلت على ايقاف هذه الجبهه ولكنه لاعب سريع جدا، لو رحت قدامه لاعب واحد لواحد نسبه تخطيه والمهاره اللي عنده تتخطى ال 70 80% يقدر يمر ويروح للمرمى بشكل سهل جدا. طيب نروح لحساب ماركة الأسبانية واللي تحدثوا على إن في مصر الناس تأمل في تكرار مفاجأة أفريقيا في كأس العالم بين المغرب وأسبانيا، فلماذا لا تحدث بين الأهلي وريال مدريد؟ وحطوا عنوان وقالوا في مصر يرون احتمال حدوث معجزة إفريقية أسبانية أخرى. يمكن الماركة بتتكلم وكل تخوفها إن في كأس العالم في قطر اللي انتهت منذ حوالي شهرين قدرت المغرب تعمل إنجاز وتقصي أسبانيا من الأدوار النهائية، وقالوا إن المواجهة دي ممكن تكون متكررة لما الأهلي يواجه ريال مدريد على الأراضي المغربية. فقالوا هل ممكن بطل إفريقيا يقدر يعمل نفس الإنجاز ويقصي الريال من الدور نصف النهائي؟ ننتظر وهنشوف هذه المعجزة هل ممكن أن تتكرر تاني؟ إحنا بنقول يا رب إن شاء الله تتكرر، وعندنا عزيمة إن شاء الله بإذن الله تتكرر في مباراة بكرة في ملعب مولاي عبد الله. حساب يلا كوره بيتكلموا عن جاهزيه كهربا لمواجهه ريال مدريد في كاس العالم للانديه، ويمكن كهربا في رساله صوتيه عبر برنامج اكشن مع وليد قال فيها الحمد لله انا بخير، اصابتي خفيفه وان شاء الله ساشارك في التدريبات اليوم وساكون جاهزا لخوض مباراه ريال مدريد. النهارده الحمد لله كهربا شارك في المران الجماعي، ويمكن تفسير كده بسيط ليه كهربا الفتره الاخيره بيعاني من اجهاد عضلي. يمكن في الكواليس حاولنا نتواصل مع دكتور احمد ابو عبله واتكلم وقال لعيب كان بقاله اكتر من حوالي 6 شهور بعيد عن الملاعب، فعشان يرجع ويدخل للمباريات في ظل الضغط اللي موجود لازم يتعرض لهذا الاجهاد، لذلك مشاركه كهربا بتكون محسوبه في بعض الفترات، ممكن يبدا اساسي وممكن يشارك في اخر ربع ساعه. ولكن في جميع الاحوال اللي عجبنا في الموضوع كله ان كهربا بيحارب بقدر الامكان عشان يكون موجود مع الاهلي في هذه الأحداث الرياضية الكبرى. ومن حسن حظه أنه لما رجع على مباريات مهمة، رجع على مباراة الديربي مع الزمالك ومشاركة مميزة في كأس العالم للأندية. سبورت 360 مصرية بيتكلم على القيمة السوقية للأهلي وريال مدريد، هي مباراة القرن، ولكن لما تبص للقيمة السوقية الأهلي 29.8 مليون يورو، الريال 849 مليون يورو. طبعا الكره في اوروبا وفي اسبانيا وانجلترا القيمه السوقيه بتتخطى ال 700 800 مليون يورو، وزي ما انتم شايفين اسعار اللاعبين هناك كبيره ازاي، ولكن في ارضيه الملعب الارقام دي ملهاش اي معنى. طالما انت هتلعب 11 لاعب قصاد 11 لاعب تقدر تعمل اي حاجه ممكن تتخيلها،
وده اللي حصل في كاس العالم. المغرب لعب سيمي فاينال كاس عالم قدام فرنسا وكان على اعتاب التاهل للنهائي، فاكيد باذن الله الاهلي يقدر يعمل نفس الانجاز ولكن على مستوى الانديه. حساب جول مصر بيقولوا ان الاهلي في كاس العالم للانديه لعب 20 مباراه 8 انتصارات احرز 21 هدف، تاريخ كبير من نصيب بطل القرن في افريقيا. طيب نروح كمان لحساب في الجول، وبيتكلموا عن ان ريال مدريد ضد الفرق العربيه في كاس العالم للانديه عام 2000 فاز الريال على النصر السعودي 3-1، في عام 2000 في الفاينل فاز الريال على الرجاء المغربي 3-2، 2017 فاز الريال على الجزيره الاماراتي 2-1، 2018 فاز الريال على العين الاماراتي 4-1. وهناك مفارقه في الاربع مواجهات السابقه لم يخرج فريق الريال بشباك نظيفة أبدا، وبالتالي فريق الريال مع الفرق العربية دخلت في شباكه أهداف، فنقدر إن شاء الله بإذن الله بالأرقام وبالإحصائيات دي نجيب أهداف ونحافظ على نظافة الشباك عشان نعمل أول مفاجأة بإقصاء الريال من نصف النهائي. حساب اليوم السابع وبيتكلموا على اللاعب الجزائري المنضم حديثا للأهلي أحمد القندوسي ينضم لبعثة الأهلي في المغرب اليوم. يمكن القندوسي مارسيل كولر اداله اجازه وراحه سلبيه عقب بطوله الشام، وصل مع الجزائر لنهائي كاس امم افريقيا للمحليين لعبوا امام السنغال فاداله راحه سلبيه. المعلومات الوارده الينا ان القندوسي هيسافر المغرب يحضر مباراه الريال، لكن حتى هذه اللحظه انا بتكلم معاكم القندوسي لسه ما ظهرش في فندق الاقامه، ممكن يصل مساء اليوم يصل غدا، ده هنعرفه خلال الساعات اللي جايه. لكن كل الاعلام الجزائري بيتكلم ان القندوسي حريص حتى لو في الراحه السلبيه يزور البعثة ويحضر مباراة الأهلي وريال مدريد. حساب بطولات نقل تصريحات لسافيو جناح الريال السابق واللي قال فيها أتذكر مواجهة الأهلي عام 2001 كانت مباراة في فترة الإعداد وهي الأولى لزين الدين زيدان، كانت مباراة صعبة للغاية والحرارة كانت مرتفعة ورغم ذلك أقول إننا لم نلعب بشكل جيد. يا سافيو أنت خلاص خسرت المباراة، يعني هتقول بقى الجو ودرجة الحرارة؟ هي المباراة وخلصت والأهلي كسب الريال واتحطت في التاريخ ان الريال خسر من الاهلي في مباراه القرن.